نختم هذه الجولة من صحيفة السودانية الدولية ومنها نقرأ: عودة صفوف الوقود في الخرطوم. شهدت ولاية الخرطوم أزمة حادة في الوقود الجازولين والبنزين، دخلت يومها الثاني أمس السبت، ولاحظت السودان الدولية عودة الصفوف مرة أخرى إلى محطات الوقود بالإضافة إلى خلو كثير منها من الوقود. وسجلت جولة الصحيفة ملاحظات حول عودة الصفوف مرة أخرى في بحر وأمدرمان وجنوب الخرطوم وسط تذمر من أصحاب المركبات والركاب. من جانبه قطع وزير الطاقة والتعدين مهندس عادل علي إبراهيم بتسلم ولاية الخرطوم لحصتها كاملة، وعزى الوزير وجود صفوف البنزين والجازولين بالإضافة إلى وجود محطات فارغة إلى بطء السحب من الشركات وعدم اكتماله أمس السبت. دعني أبدأ بأن هذه واحدة من الأزمات التي ورثتها الحكومة من النظام البائد. هل استعصت على حكومة الفترة الانتقالية وضع حلول للأزمات التي ورثتها، سواء نتحدث عن الوقود، أزمة الخبز والأزمات الأخرى، لكن الآن نتحدث عن الوقود تحديدا؟ نعم، هي حتى الآن تستعصي على نحو ما، يعني نشهد فعلا أزمات، والقرابة إنها هي متشابهة في ظروفها، يعني سواء كانت مسألة الوقود الآن إذا قارنتها بأزمة الدقيق والخبز هي برضو نفس المنبع المشكلات، آليات التوزيع، الجهات اللي توصل هذه للمستهلكين، يعني لأنه اتضح تماما إنه الأزمة يعني حول وسائل توصيل أو انسياب هذه السلع والمواد إلى المحطات المباشرة للتعامل مع الجمهور حتى الآن. إذا كانت المشكلة واضحة ومعروفة، لماذا لم تحل؟ نعم، تحديدا نمسك الآن نحن الحديث بصدد الوقود، نتحدث في مسألة الوقود، يمكن البنزين لحد ما ملحوظ كثير المسألة بقدر ما في اليوم اللي فات، ويمكن الجازولين طوابير حتى البنزين يوم الجمعة كان فيه أزمة قوية جدا. نعم، مع تأكيد هسي وزارة الطاقة بأنه تم تسليم الحصة. أيوة، نبدأ من هنا، يعني ما فيش أزمة في البلد بتاعت وقود، يعني الوقود داخل السودان موجود، تبقى القصة هي أشبه زي الدقيق كان موجودا والآن الوقود موجودا. طيب تبقى المسألة وين؟ اتضح إنه ما بين غنوات، حتى لو راجعت في الأيام المضت كانت وزارة الطاقة لما بدأت تبحث حصرت 24 شركة تعمل في التوزيع الوقود، يمكن من المحطات الكبيرة يعني إلى طلمبات وكذا، يعني الأربع حتى الوزير دعا أو الوزارة دعت لدمج هذه الشركات. يبقى هي لا تملك هذه الشركات بلا شك، ليست لديها بدائل كافية، يعني أنها تسحب ديل والحكومة تتدخل للتوزيع، المسألة دي عايزة وقت. فواضح أنه طيب الجازولين والبنزين مش الحكومة بتدعمهم؟ بكل تأكيد. طيب إذن عندها في يعني الجازولين والبنزين إذن هو ملك للدولة، فمن حقها أن يعني يوزع بالطريقة التي تحب بأساليب أو حتى تقنين قوانين لهذا الشكل. لو كانت الدولة تملك هذه الوسائل لفعلت، لكن شوف التريك اللي عملوا النظام البايد، يعني النظام البايد واضح أنه كان حكومة في حكومة، يعني هو عارف أنه الوقود في يده وكذا، لكن بذات الغدر يعلم أنه وسائل الترحيل والشركات النقل هي تحت يده تماما أيضا، أنا شركاته بمسمى آخر يتحكم فيها دي، لما نجوا مسكوا حق الحكومة لكن ما قدروا على دي، لأنه على الورق دي شركات خاصة يعني في النهاية. طيب ألا يمكن يعني إيجاد بديل للتوزيع غير هذه الشركات؟ ممكن، لكن هذا البديل أيضا يعود بك لوضعك أنت بين عشية وضحاها، عايز تجيب شركات أو تعمل شركة تتكفل بكل هذا الأمر، شوف أنت محتاج يا تغدري من الشاحنات يا وسائل كثيرة جدا، هل الحكومة تملك هذه الحلول السريعة حتى تحدث هذا الأمر؟ طيب الحل الجذري لمشكلة الصفوف كلها، نتحدث عن صفوف الجاز وصفوف البنزين صفوف الخبز وغيرها، يعني أن تتولى الحكومة أمرها كاملا، يعني لا تترك مجال لشركات أو غيره ولا دولة عميقة ولا غيره ولا هنا، لكن هذه هل المسألة الأمر ممكن؟ ممكن، ولكنه مسألة وقت أيضا، لأن الحكومة بظروف الحالية ما بتقدر باللحظة والتانية، فبتبقى المسألة الآن هي مسألة مراقبة وكذا، وتبدو أنا عشان كذا أتوقع أنه الأزمات دي هي يتكرر ظهورها، لكن المطمئن أنه المواد هي فيه
دي الحمد لله انها هي موجوده جوا السودان الى الان في وقود وفي دقيق، لكن لما نحس انه ما في وقود ودقيق تبقى دي مشكله.